يعمل لما خمسة اتنين، تمن دقايق، 26 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول. ريم موسى من الجزيرة معاها ثريا مش سايباها، الاتنين في المنتخب دبل تيم. رضوى سالم تقلب الناحية التانية لشازا القادمة من نادي الشمس وبتشوط 3 بوينت عايزة ترد. شاندرا بتلم على السكند شوت، طلع لرضوى سالم، قررت تشوط تاني رضوى، النوبة دي برضه ما بتنجحش. شازا هي اللي بتلم على رنا علاء مش سايباها، دفاع قوي، ستطلع الكورة ليه رضوى سالم من الجزيره، تطلع لها رنا همام لكن في السكه تخطب على طول ثريا، تعمل على دبل تيم، تطلع رنا رنا علاء تجري في فاصل بريك بالملعب، تسلم ليه رنا نبيل، فاضي على الثري بوينت، شاطت رنا، ما بتنجحش في التسجيل. شاندرا من نادي الجزيره بتلم، تسلم لشازا وتهدي على ملعبها، رضوى سالم تقلب لريم موسى، واحده من اللاعبات الاقوياء جدا في نادي الجزيره، رضوى سالم تقطع على طول ثريا وكيك اوت تتقطع واوت سايد لصالح نادي الجزيره. حكام اللقاء هقول لكم عليهم حالا دلوقتي، كابتن تامر عبد الفتاح وكابتن منى علي وكابتن يمنى خالد حكم اول وثاني وثالث. رضوى سالم تحت الباسكت تلف معاها جنة، تلم كايلا على طول تجري بالفص بريك، حاول تلعب، اتفرجوا على البنت دي، اللعيبه دي اتفرجوا عليها. ثريا ميديم، ثريا شاطت، ثريا ما جابتش، ثريا تلم على طول ريم موسى اللي بتطلع في فص بريك، القوه والسرعه عند ريم، مطلع كيك اوت، وقف النادي الاهلي الترانزيشن ديفنس حلوه قوي. سلم تاني لريم موسى، رضوى سالم معاها جنه بتحاول تلعب واحد على واحد تحت الباسكت، توصل تلف تراي على الباسكت، تنجح في تسجيل نقطتين. كده النتيجه 5 الاهلي 4 نادي الجزيره. ثريا من الاهلي تقلب الكيك اوت لرنا علاء، لكايلا تحت على 3 بوينت، ثلاثات كايلا ما جابتش كايلا، شاندرا بتلم على طول، ديفنسيف ريباوند لريم موسى اللي بتسلم على طول لرنا همام، ريم تاني تهدى بملعبها، تطلب السكرين، جالها السكرين ترد تاني، طلع كيك اوت لشازا، شازا واختراقات شازا توصل ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول
رنا نبيل وبملعبها المنتقلة حديثا من نادي سبورتنج هي اللي ماسكه الملعب وفي مركز اثنين سوريا او رنا علاء وثلاثه سوريا سوريا 9 ثواني على 24 ثانيه رنا نبيل رنا علاء فاضيه في البيز لاين قررت تخترق توصل خلاص ثانيتين تخطف رنا همام تهدم ملعبها تسلم لشازا والباك بيموت لكن خطا شخصي على نادي الاهلي ترتكبه سوريا محمد لاعبه النادي الاهلي ده الفاول الاول على النادي الاهلي ما زالت النتيجه 5-4 5 دقائق 43 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول اوتسايد لصالح نادي الجزيره ريم موسى رضوى سالم تحت الباسكت حاول تعدي وفي خطا شخصي هنا على مين؟ على جنة مصطفى رقم 74 اللي قدامنا على الشاشه زي ما انتم شايفين حضراتكم ويستوجب معاها رميتين حرتين لرضوى سالم رقم 11 من نادي الجزيره. رضوى والرميه الحره الاولى بتنجح في التسجيل تعدي النتيجه الى تعادل. خطأين شخصيين على النادي الاهلي والرميه الحره الثانيه ما بتجيبش تلم على طول. جنة مصطفى اللي بتسلم لرنا نبيل لكايلا كايلا ومعاها شاندرا مش هتسيبها بنتريشن كايلا استخدم قوتها توصل تنجح في انها تحصل على فاول على شاندرا لاعبه نادي الجزيره تحتسبه الكابتن منعه اللي قدامنا في الصوره ورميتين لكايلا الرميه الحره الاولى كايلا ما نجحتش في التسجيل كايلا على تنفيذ الرميه الحره الثانيه لم تنجح في التسجيل ايضا تلم رضوى سالم اللي بتدور على ريم موسى بتستلم ريم موسى فعلا لسه النتيجه تعادل 5-5 5 دقائق 24 ثانيه رضوى سالم قررت تخترق رضوى معاها جنة وهنا في خطا شخصي على مين جنة مصطفى ولا كايلا على جنة مصطفى والخطا الشخصي الثالث ورميتين حرتين زي ما احنا شايفين في العاده كده هنا بجسمها جنة تحصل على خطأ رضوى سالم وما بتنجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى رضوى الرمية الحرة الثانية رضوى سالم اللي بتنجح في التسجيل أول تقدم لنادي الجزيرة 6-5 جنة سلمت لكايلا اللي سلمت بدورها إلى سوريا مان تو مان نادي الجزيرة رنا نبيل ريم موسى معاها كايلا بتجيلها سكرين تسلم لرنا علاء لسوريا في البيز لاين وتلاتات سوريا ما بتجيش شاندرا من الجزيره بتلم تسلم لريم موسى اللي بتجري بملعبها ما لقتش حد يساعدها سلمت رنا همام شاطت رنا ما نجحتش في التسجيل ويف اوتسايد لصالح على النادي الاهلي لصالح نادي الجزيره 6-5 النتيجه لسه لصالح نادي الجزيره او عفوا اللي شاطت دي شذا التلاته اللي شاطتها دي شذا 4 دقائق 53 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول ورضوى سالم بتشوط كايلا بتلم معاها أو عفوا شاندرا وشوطة تانية من رضوى اللي ما بتجيش تلم كايلا على طول أهلي يفتقد الفاست بريك السرعة في الأداء السرعة في إنهاء الهجمات رنا نبيل لرنا علاء لم يفك شفرات نادي الجزيرة حتى هذه اللحظات النادي الأهلي كايلا ميديم كايلا شاطت كايلا لم تنجح كايلا لم شاندرا من نادي الجزيرة تسلم بدورها للعقل المفكر ريم موسى لشازا لشاندرا كايلا مش سايباها شاطت شاندرا ما جابتش لمت رنا علاء على طول على الديفنسيف ريباوند طلعت على طول لسوريا على الفص بريك ريم موسى مش سايباها باك بيفوت راحت وصلت سلمت لكايلا لسه بدري طلعت كيك اوت شاطت سوريا ما بنجحتش سوريا لسه ما مشيتش مع النادي الاهلي ريم موسى 4 دقائق ثانيتين تقطع في السكه جنة مصطفى اللي بتطلع هنا بقى الفاست بريك فين؟ هنا الفاست بريك فين؟ كايلا على طول هتلعب واحد على واحد تستخدم جسمها وقوتها توصل تنجح في تسجيل نقطتين كايلا سورنتون رقم 25 المحترفه الامريكيه بالنادي الاهلي 7 الاهلي 6 الجزيره 3 دقائق 40 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول شذا من نادي
الجزيرة، زون 2-3 النادي الأهلي، تقلب السكيب باس على طول لرنا همام اللي قررت تشوط أوبن شوت ما جابتش، كايلا هي اللي بتلم ريباوند وهي اللي بتجري معاها ريم موسى، تتخطف منها في السكة، تسلم لريم موسى على طول رضوى سالم، تلعب واحد على واحد ريم موسى 1-1 توصل تنجح في تسجيل نقطتين. 8 نقاط الجزيرة، 7 نقاط الأهلي، 3 دقايق 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الأول. رنا نبيل تقلب سكيب باس على الثانية لرنا علاء للثريا، قررت تخترق تسلم وباص حلوة وأسست حلو الكايلة وتنجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الأهلي، لكن الأسست روعة الروعة والله من ثريا. نادي الجزيرة يمتلك ويستحوذ على الكرة، ريم موسى جالا سكرين رضوى طلعت الكيك اوت ما لقيتهاش في السكه شاذه وطلعت اوت سايد لصالح نادي الاهلي. دقيقتين و44 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول، 9 الاهلي 8 الجزيره، 3 فاولات على النادي الاهلي وفاول واحد على نادي الجزيره. رنا نبيل لكايلا اللي تلحق الكره قبل ما تختفر رنا همام، كايلا وقفت شاطت ما نجحتش في التسجيل على السكند شوت، حاولت معاها جنة لكن ريم موسى تخطف الكرة وخطأ شخصي ان سبورتسمان لايك فاول على ثريا يحتسبه الكابتن تامر، ان سبورتسمان على ثريا، رميتين وحيازة لصالح نادي الجزيرة. تغيير في صفوف النادي الاهلي، خرجت جنة مصطفى ونزلت مي حلوة واحدة من الصفقات الجديدة اللي ابرمها النادي الاهلي هذا العام القادمة من نادي سبورتنج. ريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الأولى، ينجح في التسجيل. والرمية الحرة الثانية ريم. تنجح أيضا في التسجيل عشان تعدل النتيجة 10 نقاط للجزيرة، 9 نقاط للنادي الاهلي. دقيقتين 25 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول، ريم موسى لشاذة شاطت شاذة اوبن شوت ما جابتش، لمت على طول ما هي حلوة اللي خرجت بالملعب ما لقتش حد تجريه، سلمت رنا نبيل اللي بتنقل بدورها على طول لرنا علاء لكايلا تحت الباسكت، باصات سريعة رنا نبيل لثريا اللي قررت تخترق وتحاول تفك شفرة دفاع نادي الجزيرة، كايلا والميديم بتاعت كايلا قصيرة النبادي بتلم على طول شاذة عبد الحكم اللي بتطلع ملعبها تسلم ليه رنا همام اللي قررت تخترق لكن كايلا وقفلها بالمرصاد، قطع على طول باصه حلوه لكن الخطا الشخصي من رنا علاء رقم 11 اللي قدامنا على الشاشه، وده الخطا اي خطا شخصي على النادي الاهلي برميتين حرتين. رنا علاء خرجت ونزلت مكانها حبيبه، واحده من نشاط الاهلي اللي اول سنه درجه اولى حبيبه حاتم اللي نزلت مكان رنا علاء. رميتين لصالح رضوى، ما بتنجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. رضوى سالم رقم 11 هي كابتن الفريق، واقول لكم على ابرز الغيابات في الفرقتين في اول توقف. دقيقه 51 ثانيه لسه النتيجه 10 الجزيره 9 الاهلي، كده بقت 11 الجزيره 9 الاهلي. رنا نبيل بتشاور على الخطه اللي هتلعب بيها، تعدي رنا مع ريم موسى، دور على كايلا، استلمت كايلا فعلا ليه رنا نبيل، قررت تشوط اوبن شوت ما بتجيبش، هنا شاندرا بتلم ريباوند وبتسلم لريم موسى، دقيقة ونص على انتهاء الكوارتر الأول، ريم موسى من الجزيرة اللي بتعدي بتسلم باصة حلوة لرنا همام لكن رنا همام قررت انها تباص لشاندرا اللي قطعة والفيد اواي من شاندرا تلم كايل على طول وهي اللي تجري بالملعب، معاها ريم موسى مش سايباها ليه مية حلوة رنا نبيل حبيبة حاتم لرنا تاني في نص الملعب مركز واحد 10 ثواني على انتهاء ال 24 ثانية، ثريا قررت تخترق طلعت الكيك اوت لحبيبة، حبيبة وأول شوطة ليها 3 بونت وتنجح حبيبة في تسجيل 3 نقاط، واحدة من اللاعبات الصاعدات اللي بينتظرهم مستقبل باهر حبيبة حاتم. 12 11 50 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول، 12 11 لصالح النادي الأهلي، حبيبة حاتم اللي قدامنا في الصورة. نرجع للمباراة، شاذ عبد الحكم زون ديفنس 2-3 لصالح النادي الأهلي، ريم موسى ومعاه حبيبه تقطع شايله في النص وتباصي وتروح وتشوط ما بتجيش، تلم على طول ميه حلوه اللي بتسلم لثريا، ثريا تهدى بملعبها تطلب اخر 30 ثانيه هتلعب حاجه تتقطع في السكه ترن اوفر، يعني مش حلو الترن اوفر ده، مش حلو الترن اوفر ده. 20 ثانيه على انتهاء الكوارتر،
الاول يعدل النتيجه كده بونت لصالح نادي الجزيره 13-12 15 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول. رنا نبيل هنفنش بثلاثه ولا بنتريشن. رنا لمي حلوه الفاضيه تباصي لكايلا القطعه تنجح في جمله حلوه قوي ما بين كايلا وما بين مي حلوه. اسيست حلو لكن تاتي مع صافره انتهاء احداث الفتره الاولى بتقدم الاهلي 14-13. ابرز المشاركات في النادي الاهلي حبيبه حاتم اللي نزلت من هقول لكم على تشكيل الاول النادي الاهلي. دينا عمرو كابيتانو رقم 10، سرايا محمد رقم 8، مي حلوه رقم 6، رنا نبيل رقم 9، سلوى هارون رقم 22، جنى مصطفى 74، نادين ابو الفتوح 15، رنا علاء 11، رضوى محمد 12، حبيبه حاتم اللي لعبت وشوت 3 بوينت 32، رضوى علاء المصعده من ال 18 سنه رقم 18، وكايلا سورنتون المحترفه الامريكيه. الجهاز الفني للنادي الاهلي، المدير الفني الكابتن علي هاشم، المدرب العام الكابتن كريم اسماعيل، كابتن احمد ابراهيم مدرب مساعد، كابتن موسى علي مدير اداري، الكابتن ماجد فوزي اداري، كابتن اكرم شرباجي احصائي، كابتن ايهاب كونجا مخطط احمال، والدكتوره ياسمين كيلاني علاج طبيعي، والدكتوره سالي سعيد طبيبه الفريق. اما الجهاز الفني للجزيره دكتور عماد موسى مدير فني، كابتن سيد مصطفى سيد مدرب، كابتن سلمى نجيب احصائي، دكتور عبد الغني محمد علاج طبيعي، هيثم حلمي الاداري، والكابتن نور صلاح مخطط احمد. اما تشكيل نادي الجزيره اللي احنا ما لحقناش نقول لحضراتكم هو انجي عامر رقم 5، رنا همام رقم 12، رنيم زينه البرقي رقم 30 ودي منتقله من سبورتنج، ايمان خالد ودي السنه الثانيه ليها بعد انتقالها من النادي الاهلي رقم 2، كريمان صلاح، رضوى سالم، جانا بركه مصعده من 18 سنه رقم 15، جانا الشامي رقم 17، نورهان وليد 44، شاذة عبد الحكم منتقله من الشمس رقم 1، ريم موسى اللي انتقلت من سموحه رقم 0، شاندرا المحترفه الامريكيه رقم 9. دلوقتي بدايه احداث الفتره الثانيه. طبعا انا بس يعني واجب علينا ان احنا ندعي بالشفاء العاجل ان شاء الله للكابتن رؤوف عبد القادر، شفاه الله وعافاه من وعكة الصحية، يعني نتمنى له عودة سريعة إن شاء الله لمنصبه بإذن الله يخف ويقوم من وعكته الصحية. أبرز غيابات النادي الأهلي النهاردة عندنا نادين سلعوة عندها رشح في الركبة، فريدة وائل كسر في القدم، نهى شتا يعني عندها وعكة صحية، نور علي اللي تعرضت لحادث مروري وعلى أسره تم تركيب بعض الشرائح في إيديها، نتمنى لهم طبعا العودة سريعة إن شاء الله ورجوعهم بالسلامة. على بركة الله في انتظار بداية أحداث الفترة الثانية. قبل هذه المباراة كان في مباراة قوية جدا على الثالث والرابع ما بين نادي مصر التأمين ونادي هليوبلس، ونادي مصر التأمين استطاع في الثواني الأخيرة إن هو يقدر يحسم المركز الثالث لصالحه. مبروك لنادي مصر التأمين، هارد لك لنادي هليوبلس. نرجع للمباراة، الحازة التبادلية مع نادي الجزيرة، شذا لكريمان صلاح اللي لسه نازلة، ريم موسى نفس خماسي النادي الأهلي اللي فنش بيه الكوارتر الأول، رضوى سالم طلع كيك أوت لكريمان، شوطة كريمان تلم شاندرا، وهنا في خطأ شخصي على مين؟ أعتقد على حبيبة حاتم رقم 32. هنشوف دلوقتي 32 في 25 ده على كايلا، على كايلا فعلا رقم 25. رميتين حرتين لشاندرا، ده الخطا الشخصي الاول هنا زي ما شايفين في العاده، هنا ايديها وهي جايه على الكوره، وشاندرا الرميه الحره الاولى ما بتنجحش في التسجيل. شاندرا على تنفيذ الرميه الحره الثانيه تنجح في التسجيل. التعادل الاول او اول نقطه في المباراه يصبح معها التعادل في الكوارتر الثاني. رنا نبيل لحبيبه حاتم من تمان نادي الجزيره لرنا، حبيبة لكايلا، فاضية كايلا، شاطت كايلا، ثلاثات كايلا، نجحت كايلا في تسجيل ثلاث نقاط، توسع الفرق إلى ثلاث نقاط لصالح النادي الأهلي. 9 دقائق 15 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني. ريم موسى من الجزيرة لسه الأهلي زون ديفنس، رضوى ريم قررت تخترق من الميدل، وقفت شاطت نجحت في تسجيل نقطتين ريم موسى لصالح نادي الجزيرة، بونت لصالح نادي الأهلي 17 الأهلي 16 نادي الجزيرة. سوريا لرنا نبيل
لكايلا. كايلا قررت تشوط تاني، قالت لك مشيت معايا، ما جابتش النوبادي رنا. او عفوا ريم موسى هي اللي بتاخد الكوره وبتلم الديفنسيف ريباوند لرضوى سالم، قالت لك هرد على مين؟ هترد على كايلا. النوبادي ما جاتش، لمت كريمان صلاح من الجزيره لريم موسى. ريم موسى ومعاها رنا نبيل، والباصه حلوه من ريم لرضوى سالم اللي رفضت هديه، لكن بتحاول معاها تاني، والنوبادي نجحت في تسجيل نقطتين. نجحت رنا في تسجيل نقطتين، 8 دقائق 20 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني، 18 الجزيره 17 الاهلي. كايلا سورنتون لرنا نبيل، حبيبه حاتم في البيز لاين قررت تخترق، طلعت الكيك اوت لسوريا من بعيد، سوريا شاطت، سوريا طلعت اوت يا سوريا، هارد لك سوريا اللي شاطت دلوقتي. 8 دقائق 3 ثواني على انتهاء الكوارتر الثاني، والاوت سايد لصالح نادي الجزيره. ريم موسى اللي بتعدي بملعبها لشاذة عبد الحكم، لسه ما غيروش لغايه دلوقتي، ريم وشاذة من نادي الجزيره. ريم ورضوى معاهم تحت الباسكت، رضوى ريم تاني قررت تخترق من البيز لاين، وقفت وشاطت ميديم شوت ريم، نجحت لتسجيل نقطتين. ريم 29 17 لصالح نادي الجزيره، ثلاث نقاط فارق لصالح نادي الجزيره. 7 دقائق 35 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. حبيبه لكايلا، ميديم كايلا، شاطت كايلا ما جابتش، لمت على طول ما هي حلوه، طلعت الكرة وجددت زمن الهجمه لحبيبه، والشوطه الثانيه حبيبه ما جاتش، شاندرا على طول بتلم، طلع لريم موسى بالفاست بريك، 3 على 3 شاذة فاضيه، سلمت لريم موسى ثاني وحاولت تخترق، وخطا شخصي على رنا نبيل رقم 9 لصالح نادي الجزيره. خطأ الشخص الثاني على النادي الاهلي، 7 دقائق 7 ثواني وتغيير في صفوف النادي الاهلي، هتخرج رنا نبيل تنزل رضوى محمد رقم 12. اوتسايد لصالح نادي الجزيره، شاذة رضوى تحت الباسكت، شاذة ثاني لريم موسى، لسه الاهلي زون ديفنس، راحت شاذة اخترقت من الميدل، وقفت طلعت الكيك اوت لكريمان، بصات سريعه من نادي الجزيره، خلاص فاضل ثانيتين على 24 ثانيه، لكن خطا شخصي ترتكبه رضوى اللي لسه نازله حالا رقم 12، جددت معاه ايضا زمن ال 14 ثانيه لزمن الهجمه. ريم موسى لشاذة قررت تشوط، شاطت ما جابتش، لمت على طول سوريا، لا سابتها والله وطلعت اوتسايد، اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اللي هتمسك الملعب دلوقتي رضوى، معاها ريم موسى، سكرين من مايا حلوه، طلعت لكايلا، مايا خدت تحت بوزيشن تحت الباسكت لمايا حلوه، تاني الحبيبه اللي طلعت من على الشوط التاني ما جابتش، تلم رضوى سالم من الجزيره، تسلم لريم موسى اللي بتجري في فاست بريك، الاهلي لسه ما يعني ما ظبطش شفرته. شاندرا اللي بتطلع كيك اوت لريم موسى، كريمان شاطت كريمان ما جابتش، الريباوند عند مين؟ الريباوند عند رضوى، تاخد الكوره وهنا الحيازه التبادليه لمين؟ لصالح النادي الاهلي. الحيازه التبادليه لصالح النادي الاهلي، 20 الجزيره 17 الاهلي، 6 دقائق 12 ثانيه. الاهلي لغايه دلوقتي في الكوارتر الاول والثاني عامل 8 فاولات، الجزيره عامل فاول واحد بس. ما هي حلوه. باص حلو لكايلا تحت الباسكت، ترتكب خطا شخصي هنا على طول كريمان رقم 7 اللي قدامنا على الشاشه. ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. كايلا سورنتون هي اللي هتشوط. رميتين حرتين. تنجح في تسجيل الرميه الحره الاولى كايلا، ده الفرق الى نقطتين، 6 دقائق بالتمام والكمال على انتهاء الكوارتر الثاني. في نهائي منطقة القاهرة 2019-2020 ما بتجيبش كايلا، وبتلم شاندرا على طول اللي بتسلم لريم موسى، بتجري ريم موسى، حاول تلعب واحد على واحد لكن بالمرصاد على طول تتقطع منها والستيل، ويخطف النادي الأهلي، وتجري سوريا ومعاها كايلا لكن تهرب السكة شاذة، تيرن اوفر يا سوريا، 2 على 1 شاذة، وبتنجح شاذة في تسجيل نقطتين. شاذة عبد الحكم لاعبة الجزيرة بتنجح تخطف الكورة وتاخد وتروح وتحط باسكت، توسع الفرق إلى 4 نقاط. صانع اللعب
رضوى لمي حلوه، جيف اند جو كده حلوه قوي مع كايلا، لكن شاندرا بترتكب خطا شخصي ورميتين حرتين لكايلا سورنتون محترفه النادي الاهلي. خمس دقايق 26 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني، وكايل سورنتون على تنفيذ رميتين الحرتين. والرمية الحرة الثانية تنجح في تسجيلها ايضا، تضيق الفارق الى نقطتين، يضغط النادي الاهلي بريس 2-2 و 2-2-1. كريمان لشاندرا، شاندرا سكيب باس لي رضوى، باصات سريعه بتوصل عند كريمان لريم موسى، قررت تخترق، فين الدفاع هنا اللي يقابلها؟ لكن هنا خطا شخصي على حبيبه، خطا شخصي على حبيبه حاتم، فعلا خطا شخصي، والخطا الشخصي الرابع توتال على النادي الاهلي. خمس دقايق 11 ثانية 22-20 لصالح النادي الجزيرة. رميتين لريم موسى. نجحت في تسجيل رمية الحرة الأولى. وسعت الفرق إلى ثلاث نقاط. ريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. نجحت أيضا في تنفيذ و التسجيل. تغيير، خرجت كريمان من نادي الجزيره رقم 7، نزلت زينه البرقي رقم 30. والكوره دلوقتي مع النادي الاهلي اربع نقاط 24-20 لصالح النادي الجزيره. خمس دقائق 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الثاني. رضوى لكايلا، لرضوى ثاني لسوريا، سوريا اختراقات سوريا، كيك اوت لحبيبه، يلا يا حبيبه، شاطت حبيبه ما جابتش النبادي، خرجت اوت سايد لصالح نادي الجزيره. أربع دقائق 57 ثانية 24-20 لصالح نادي الجزيرة، أربع نقاط فارق لصالح نادي الجزيرة. ريم موسى وحديث قصير كده مع كايلا، لسه الأهلي زون ديفنس، زينة البرقي تلف لها شازا اللي بتطلع ريم موسى تاني، رضوى سالم تحت الباسكت لريم موسى، كيك اوت لزينه وشوطه زينه 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط، وسع الفارق الى 27-20. اربع دقائق 30 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. رضوى لسوريا تضغط عليها بعد ما خلصت دريبل، رضوى ثاني لبنتريشن من حبيبه اللي بتغير على طول الملعب لسوريا اللي شاطت في اخر اربع ثواني ونجحت ترد على طول على زينه البرقي بثلاث نقاط، تضيق الفرق تاني الى اربع نقاط 23-27. اربع دقائق خمس ثواني على انتهاء الكوارتر الثاني. تحت الباسكت الجزيره، رضوى سالم مش سايباها مية حلوه، تلف وتشوت، شاندرا هي اللي بتكمل على الديفنس الاوفنسيف ريباوند، محاوله تاني من نادي الجزيره، لكن هنا على طول كايلا تحسم الصراع وتاخد الكوره وتسلم لمية حلوه وتطلع بملعبها اللي بتستنى سوريا، ومعاها زينة البرقي مش سايباها، تحاول تمويه بجسمها لرضوى، رضوى اوبن شوت، شاطت رضوى ما جابتش رضوى، لمت زينة البرقي على طول من الجزيرة اللي بتسلم ليه ريم موسى، لسه الفارق أربع ثلاث نقاط لصالح نادي الجزيرة. 27-23 ثلاث دقايق 25 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني. الشاذ عبد الحكم، هنا زينة البرقي معاها سوريا، مفيش ضغط ولا ايه؟ رضوى سالم اربع ثواني بتهوش بتطلع بتشوط اي حاجه، 24 ثانيه جود ديفنس للنادي الاهلي طبعا، 24 ثانيه على انتهاء زمن الهجمه. خرجت حبيبه حاتم، تغيير في النادي الاهلي، خرجت حبيبه ونزلت جنه. ثلاث دقائق تسع ثواني اربع نقاط لسه الفارق، يعني جود جيم لغايه دلوقتي حبيبه بصراحه يعني لسه ما عندهاش الخبرات لكن مشروع لعيبه كويسه جدا. رضوى ليه مية حلوه، ميل كايلا قطعلها جنه، فيك حلو الجنه وبشمالها جنه، ونجحت جنه في تسجيل نقطتين تضيق الفرق الى نقطه. دقيقتين 50 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. 27-25 كايلا بتقطع على طول، حلوه يا كايلا، راحت كايلا
جابت الدرو كايلا 27-27 على طول. كابتن عماد او دكتور عماد يطلب بتايم اوت، طلب بتايم اوت، تعديل صفوفه على طول زي ما احنا شايفين. كايلا اللي قطعت اخر كوره السكيب باس ونجحت في تسجيل نقطتين. 27-27 درو جيم، دقيقتين 36 ثانية، أربع فاولات على النادي الأهلي، أي خطأ على النادي الأهلي برميتين حرتين، ولسه نادي الجزيرة عنده خطأين شخصيين. سلامات طبعا لنجمتنا نادين سلعوة اللي قدامنا دلوقتي، ألف سلام عليها. وادي التعليمات كابتن علي هاشم. وادي تلاتاية حبيبة، واحدة من اللاعبات اللي بينتظرهم مستقبل باهر ان شاء الله، حبيبة حاتم. وانتهاء التايم اوت، كابتن علي في حواره مع اللاعبات في التايم اوت اللي طلبه الكابتن عماد. طالب بالضغط كابتن علي، هل هيرجع مان تو مان مع ترابات في اخر دقيقتين، ولا هيكمل زون ديفنس زي ما هو 2-3؟ ده اللي هنشوفه من خلال احداث الدقيقتين المتبقيتين. حكام بلغوا خلاص المدربين الفنيين بانتهاء التايم اوت، والكره مع نادي الجزيره. ريم موسى رجعنا للقاء مره ثانيه، لسه الاهلي زون ديفنس. ريم جالها سكرين لزينه البرقي في البيز لاين، حاول تعدي، ترتكب معاه خطا شخص مين؟ رضوى محمد رقم 12. هنشوف دلوقتي رضوى محمد، فعلا كابتن منى زي ما قالت رضوى محمد رقم 12. رميتين حرتين لصالح نادي الجزيره، لان النادي الاهلي ده الخطا الشخص الخامس. الترابيزه بتقول اوتسايد، كابتن منى بتقول اوتسايد، وترابيزه الحكام بتقول تو شوتس، وكابتن تامر بيقول لها اربع فاولات. طيب رميتين حرتين، خلاص استقرينا في الاخر على رميتين حرتين لصالح نادي الجزيره. زينه البرقي على تنفيذ الرميه الحره الاولى، ما بتنجحش في التسجيل. زينه البرقي على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، زينه وتلم، ما بتجيبش. تلم رضوى سالم بدورها بتسلم لريم موسى، ريم موسى تقلب الملعب الناحيه الثانيه لشذا، لريم تاني قررت تشوط، ريم 3 بوينت ما جابتش. كايل على طول على الديفنسيف ريباوند، بتسلم هنا. لسه ناقص الاهلي السرعه، السرعه في الفاص بريك اللي بيكسب بيه اي حد. ما طلعش فاص بريك لغايه دلوقتي. كايلا الناحيه الثانيه فاضيه، مي حلوه بتاعتك يا مي، شاطت مي ما جابتش. مي لمت على طول، جنه اخترقت وصلت ما جابتش هي كمان. شاندرا على طول من نادي الجزيره لم ريم موسى، هنا السرعه عند ريم، وقفت ريم، شاطت ريم ما بتنجحش في التسجيل. لمت جنه على طول بتسلم لرضوى، جري يا رضوى، جري يا رضوى، ما هي حلوه. الناحيه الثانيه تقطع على طول، رضوى سالم في السكه. ريم موسى وفاص بريك 2-1، ما بتنجحش التسجيل. تلم باسكت هنا وباسكت هناك، الكره حايره لسه. كايلا قررت انها تخترق، حطت جسمها، نجحت في تسجيل نقطتين عشان يبقى التقدم للنادي الاهلي 29-27، دقيقه 15 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني. ريم موسى لسه الاهلي زون ديفنس، زينه البرقي بتضغط عليها من مي حلوه لريم موسى تحت الباسكت رضوى سالم، لكن هنا الكابتن يمنى قالت ايه؟ قالت مخالفه الثلاث ثواني. كابتن يمنى خالد اللي قدامنا وجنه مصطفى عامله جود ديفنس على رضوى سالم. اوتسايد صالح النادي الاهلي دقيقه 5 ثواني على انتهاء الكوارتر الثاني. 27 الجزيره 29 الاهلي. سوريا من الاهلي هي اللي معاها الكوره، سلم لرضوى، جنه على الهاي بوست فاضيه، لقت الطريق فاضي، وصلت كملت، نجحت في تسجيل نقطتين.
جالنا مصطفى، وسعت الفرق 4 نقاط لصالح النادي الاهلي. 45 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني. ريم موسى وقفت اتضغط عليها، شاز عبد الحكم في البيز لاين لريم تاني. الاهلي بيقوي دفاعاته، جالنا زينة البرقي شاطت اير بول تطلع اوت سايد بالظبط، فاضل 30 ثانية 31 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، وتايم اوت يطلبه الكابتن علي هاشم عشان هيبلغ لعيبته بيه اللي هيحصل في ال 31 ثانية دول ايه، وفي نفس الوقت يحافظ على تقدمه. 31 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني، 31 الاهلي، 27 نادي الجزيرة. سيب حضراتكم كده تبصوا على تعليمات الكابتن علي في التايم اوت اللي طلبه. انتهى التايم اوت، التعليمات الأخيرة الكابتن علي، والشرح على البورد للخطة اللي هينفذوها. تم التبليغ بانتهاء التايم اوت خلاص من كابتن تامر وكابتن منى وكابتن يمنى خالد، والكرة مع النادي الأهلي. رضوى محمد، ثريا وكايلا، وجنة مصطفى، مايا حلوه، خماسي الاهلي، خماسي الجزيره، ريم موسى، شاز عبد الحكم، زينه البرقي، المحترفه الامريكيه، ورضوى سالم من الجزيره. هنا باصه هي كانت توقع حد موجود، طلعت الكره اوت سايد لصالح نادي الجزيره. خلاص نعوض في الديفنس مفيش مشكله. رضوى سالم وريم موسى هي اللي بتقود الملعب دلوقتي لشاز عبد الحكم. شازا ودفاع قوي من النادي الاهلي، ده اللي كان بيتكلم عليه كابتن علي هاشم، الضغط تحت في على الديفنس. وهنا السكيب باس حاول تقطع كايلا ما بتجيش، تلم على طول لريم موسى. ريم موسى وصافره انتهاء الكوارتر الثاني بتقدم الاهلي 31-27. اعزائي المشاهدين نلقاكم بإذن الله في أحداث الفترة الثانية الثالثة عفوا، على أن نلتقي بكم قريبا وسريعا. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، سلام الله عليكم وإلى لقاء قريب بإذن الله.